احنا بهمنا انه يكون في ديمومة لشركات بتتشكل جديد، تجرب تغلط مرة ومرتين ثلاثة، بس يكون في عند ادارتها وعند اصحاب الفكرة شغف واصرار انهم يعيدوا البناء مرة وتنتين وثلاثة حتى ينجحوا. ولا واحد من شركاتنا القطاع الخاص الا جربوا مرتين وثلاثة ونسبة الفشل عالية، بس الشغف والاصرار هو اللي بيجيب، مش بس المهارات، المهارات تسقل بتساعد، الأساس إنك تحب الموضوع اللي أنت بتحكي فيه، ما تعرفش تنام وأنت تفكر فيه، وما تخافش من الفشل تاعه. هذه الرسالة الرئيسية، ما تخاف من الفشل لأنه هو أساس، قاعدة أساسية للنجاح اللاحق. بخوضوا تجربة بصراحة ببلاش بدون ما يدفعوا مصاري، تجربة بنعرض عليهم صقل المهارات، بنعرض عليهم انهم يقابلوا القطاع الخاص ويسمعوا منه ولجان التحكيم وغيره. بصراحة بتكثف شغل، مرات باخد سنتين ثلاثة معهم بالعالم الطبيعي بالحياة الطبيعية، فهي فرصة ذهبية لهم ياخدوها ويعرفوا يقتنصوها صح، ما يشعروا بالخيبة اذا صار في فشل هون او هون، ويكملوا من جديد ومن جديد.